ما ينفعش اعدي الماتش منها غير لما نقف عندها، الا وهي النهارده حضر كام واحد من جمهور النادي الاهلي؟ 10,000، ده بحسب الاتفاقات والموافقه الامنيه. النهارده كان هناك التزام وايجابيه محموده للغايه من جماهير النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا عايزينه. وتاني هقول لك، اللعبه دي الكوره دي كلها على بعضها متصله الاضلاع، لا يمكن تعرف تفصل ضلع عن التاني، لا يمكن تعرف تفصل الاعلام الرياضي عن جمهور الكوره، عن الجهاز الفني، عن الملعب وارضيه الملعب، عن جوده التصوير، عن اي حاجه من الحاجات دي. دي اسمها منظومه الكوره، العاملين في حقل كره القدم. طيب هو ايه اهم حاجه؟ والله العظيم اللي بقوله لك ده ما حد هيقوله لك. هو ايه اهم حاجه في اللعبه دي؟ لا، مش اللعيب ولا المدير الفني ولا الاعلام، مش هو اهم ضلع. اقسم لك بالله انه اهم ضلع في اللعبه دي كلها هو الجمهور، لسبب بسيط وهقول لك ليه، وخلينا ندردش سوا مع بعض. انا هنا بشتغل الشغلانه ديت اعلامي لمده ساعتين، الباقي كله سريح في الشارع يعني، ف من اولها لاخرها العمليه يعني ايه معروفه، مش هنبيع الاونطه لبعض يعني. فلنتخيل ان كره القدم صحينا من الصبح، صحينا الصبح قررت كل الناس اللي بتتفرج على ماتشات الكوره والناس اللي بتشجع كوره ان هي ما تشجعش كوره، فقرروا ان هم مش هيتفرجوا على الماتشات ومش هيروحوا الاستاد وملهمش دعوه باللعبه دي كلها على بعضها. ها اللعبه دي هتقوم لها قومه، الصناعه دي كلها على بعضها هتقوم لها قومه، بلاعبينها، بمدربينها، باجهزتهم الفنيه، باجهزتهم الطبيه، بالعاملين اللي فيها، بالناس اللي بتاكل عيش وتسترزق حوالين الاستاد، بالاعلام الرياضي، بالكاميرات، بالتصوير، بالاخراج، بالبرامج، ها ها. فهمت وجهه نظري؟ فالجمهور طول عمره هو رقم واحد في المنظومه بتاعه الكوره، فلازم تستشعر طول الوقت اهميتك، اهميتك ان وجودك جوه الاستاد ده هو ده المكسب، هو ده المكسب، هو ده اللي انا عايزه، انا كاعلام رياضي عايزه، هو ده اللي هيديني احساس ان الصناعه بتنجح. فالالتزام خلال هذه المباراه كانت نقطه ايجابيه ما ينفعش تعدي الا لما نشكر عليها جمهور الاهلي ونستحثهم على استمرار هذه الحاله في التعامل والتشجيع مع المباريات المختلفه، عشان حضراتكم تبقوا معانا في الصوره.